بالاضافه طبعا بنحطه احنا بالبدايه قبل ما نحط الفول على احنا معنيين بسكر الاطفال تحديدا، وبدانا السنه الماضيه اعطونا 30 مضخه ل30 طفل، طبعا عباره طول كرم الى الحظ الاوفر، واخذنا من نابلس والجنين وبيت لحم، اخذنا كميه مليحه. الان عندنا محاضره اليوم الاخصائيه ودكتور مشان لمعرفه مشان الاطفال يقدروا كيف يتعاملوا الاهل مع المضخه، وكيف يرفعوا وكيف يصححوا، كيف اذا وقفت المضخه بالليل كيف يتصرفوا، كيف يتواصلوا معي اذا نقص عندهم انسولين. هاي اليوم فحوى محاضرتنا إن شاء الله تعالى.